السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا شباب اليوم في معنا شاشة توسان 2017، طبعا مع الديكور، طبعا الشاشة رود ماستر، رام 4، ذاكرة 64، إصدار 10. طبعا هذا اليوتيوب اللي بدون إعلانات بيشتغل معنا في الخلفية بهذا الشكل. طبعا شغلنا تحكم الدركسون، هذا تحكم الدركسون شغال معنا كل شيء. طبعا تدعم أبل كاربلي، وهذا برنامج التلفزيون، كل شيء شغال معنا ما شاء الله. طبعا تم تركيبها مع تركيب كاميرا أمامي وكاميرا خلفية. الآن نشوف الكاميرا الأمامي، هذا الكاميرا الأمامية كما تلاحظوا. نشوف الكاميرا الخلفية الآن، ديرم دقريوس، هذا الكاميرا الخلفية طبعا ما شاء الله واضحة. للطلب والاستفسار 0572 9732 2، مع تحيات أبو لؤي.